Hello. نسيت أن أقول لك شيئا. قابلت بالصدفة زميلي القديم في الباص. قال إن لجنة الحج بدأت بقبول الطلبات. سيبعثون ضعف عدد الحجاج عن العام الماضي. علينا أن نحاول هذا العام. مصاريف الحج جاهزة. هل نستطيع تحمل النفقات؟ رحلة الحج هذه هي حلمنا منذ سنوات طويلة. الحج فرض على المسلم القادر مادياً وجسدياً. سمعت أن الحاج يرجع بدون خطايا كيوم ولدته أمه. سلمنا على رسولنا الحبيب عندما نزلنا في المدينة المنورة. السلام عليك يا رسول الله. لماذا يا عائشة؟ لماذا أذهب إلى مركز الشرطة؟ ومن تكون عائشة؟ زوجتي. في رحلتنا هذه لا نفكر في العودة على الإطلاق. لو متنا نعتبر الموت شرفاً. ندفن هناك ولا نعود.